نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وفي النشرة متابعة لآخر استعدادات العائلات التونسية للعودة المدرسية. وزارة التربية تعزز الخدمات المدرسية وارتفاع عدد المنتفعين بالأكلة المدرسية إلى حوالي 440 ألف تلميذ. المحامون يحملون الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من اليوم، ووزارة العدل تنفي وجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين. وفي العالم، استشهاد 35 فلسطينيا خلال نهاية الأسبوع المنقضى بنيران آلة الحرب الصهيونية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. في مفتتح السنة الدراسية اليوم، تستقبل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية 2,354,820 تلميذا، بزيادة بنسبة 2% مقارنة بعدد التلاميذ في الموسم الدراسي الفارط، يتوزعون على 6,163 مؤسسة تربوية، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري. تستقبل مؤسساتنا التربوية اللي عددها باش يكون في خلال السنة الدراسية هذه 6,163 مؤسسة تربوية، أي 4,597 مدرسة ابتدائية و1,566 ما بين الإعداديات والمعاهد. عدد التلاميذ يعني المتوقع لهذه السنة الدراسية هو 2,354,820، سجلوا منهم على المنصة الإلكترونية 2,253,842 تلميذ، زيادة باش تكون ب 2%. المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري تحدثت أيضا عن تعزيز عدد المؤسسات التربوية هذا الموسم بزيادة 37 مؤسسة جديدة وصيانة 654 مؤسسة تربوية أخرى. بالنسبة للإحداثات، عنا السنة هذه 37 إحداث، 25 مدرسة ابتدائية، 7 إعداديات، 3 معاهد، ومبيت بجهة القيروان، ومطبخ مركزي بجهة القيروان، ومبيت بجهة جندوبة. مشاريع صيانة وتوسيعات، إذا عنا تم توفير 52 قاعة مسبقة الصنع، و26 مجموعة صحية كذلك مسبقة الصنع، 654 مؤسسة تربوية تمت صيانتها، وكذلك بالنسبة للتوسيعات 626 مؤسسة تم فيها أشغال توسعة. على مستوى الوقيات والأسيجة والكاميروات، تم تخصيص مبلغ 3.3 مليون دينار، كذلك تم إدراج الطاقات المتجددة في بعض المؤسسات التربوية بكلفة 1.3 مليون دينار، وأشغال معناها البناءات متواصلة، إذن هناك أشغال ستتواصل. وعززت وزارة التربية الخدمات المدرسية المتعلقة أساساً بالإعاشة والنقل المدرسي والمبيتات المدرسية، وارتفع عدد التلاميذ المستفيدين بالأكلة المدرسية ليبلغ حوالي 440 ألف تلميذ، بزيادة بنحو 49 ألف تلميذ مستفيد. وفي هذا الإطار، أعدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامجا خصوصيا لمراقبة المطاعم المدرسية والجامعية لضمان احترام شروط الصحة، وفق ما أفاد بذلك رئيس الهيئة محمد الرابح. العودة المدرسية تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ من درجات الحرارة مرتفعة، هي عوامل مساعدة على نمو كل الجراثيم إلى غير ذلك، وبالتالي إذا كان ثم مواد غذائية سريعة التعفن ما يتمش التعامل معها باحترام في الممارسات الجيدة، سواء كان في علاقة بالمباشرين المواد أو طريقة الحفظ وعدم احترام سلسلة التبريد، طبيعي جدا باش تتأثر. وبالتالي احنا بمناسبة العودة فما برنامج كامل يستهدف كل المحلات المجاورة
للمؤسسات التربويه والجامعيه، وكذلك بالنسبه للمطاعم المدرسيه والمطاعم الجامعيه هذه في تنسيق مباشر مع دواوين التابعه لوزاره التعليم العالي وكذلك وزاره التربيه، والحقيقه فما استعداد كبير لانهم يحرصوا على احترام جوده الماكولات اللي تم تقديمها للطلبه. من جهه اخرى فما عمليات رقابيه من طرف الهيئه باش نقفوا على مدى احترام شروط الاساسيه للسلامه الصحيه. وفتحت وزارة التربية منصة رقمية خاصة بخدمات الإقامة والإعاشة والمنحة المدرسية، وفق ما أفاد به وليد بن خليفة المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية، وأكد أنه سيتم إسناد منح كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية، كما سيتم إسناد منح كاملة للتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها، إضافة إلى تمكين أبناء شهداء العمليات الإرهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها من الأولوية في الانتفاع بخدمات الإعاشة والإقامة. يمكن الولوج للمنصة هذه عبر الرابط التالي www.parents.education.tn من خلال الفضاء الويب. نحب نثمن مجهودات زملائنا في وزارة الشؤون الاجتماعية اللي سنة وهذا مستجد في المنصة أنها مكنتنا من الولوج إلى قاعدة بيانات العائلات المعوزة وحدودة الدخل. التلميذ مش يتم يسجل إذا كان هو من الفئة اللي كنا نحكيه عليها هذه، أوتوماتيكمان تسند له مجانية الإقامة، التمتع بخدمات الإقامة والمطعم المدرسي أو الإعاشة ودون الإدلاء بأية مثل حاجة بالأكل عليها برشا. مستجد زاد حاجة جديدة سنة واللي هي مهمة جدا تمت إضافتها في علاقة بالمنصة هذه، أنه تلامذتنا وأولادنا من حاملي الإعاقة بمختلف درجات الإعاقة العميقة المتوسطة الخفيفة آلين سيتمتعون بمجانية الخدمات اللي كنا نحكيو عليها، وزاد أبناء شهداء العمليات الإرهابية وأبناء شهداء وجرحى الثورة اللي هذوما باش يتمتعوا بالأولوية في إسناد المنح هذوما. ومواكبة لاستعدادات العائلات التونسية لاستقبال السنة الدراسية الجديدة، التقت نعيمة سولي نجاحي عددا من التلاميذ والأولياء. بسعادة يستقبل التلاميذ سنة دراسية جديدة متحمسين إلى لقاء الأتراب وفرحين بأدوات مدرسية اقتناها لهم أوليائهم بكل حب. أنا حضرت كرتبتي للمكتب ونحب المكتب برشا، وصحاب قالوا لي أقرأ بالقدي وتشجع في الرياضية، نعدهم باش نقرأ بالقدي. شريت كتابة وشريت طبلي وشريت أدوات المدرسة الكل، شريت طبلي مصنفة سبايدرمان، قالوا لي أقرأ بالقدي. تقرأ في مدرسة انت؟ اي. فانا قسم سنة اول. فرحان باش تدخل تقرا؟ اي. علاش فرحان؟ على خاطر باش يولي عندي برشا بس ونجي اول في القسم. فانا قسم انت سنين؟ قسم سنة اولى. فرحانة؟ اي. قديش فرحان، برشا ولا شوي؟ برشا. علاش فرحان؟ خاطرني نحب القراية برشا. حفرت ادوات المدرسية والكراسة والكرتابة كل شيء. الاولياء بدورهم عبروا عن سعادتهم ببداية سنة دراسية، وخاصة منهم أولياء تلاميذ السنوات الأولى، رغم إشارتهم إلى غلاء الأدوات المدرسية. حضرت للصغار اللي يستحقوا الكل كالأدوات كلبسة، وصيتهم بالطبيعة باش يقراوا على رواحهم، ينتبهوا الهجلاء، يعرفوا مع شكون يحكيوا، ما يمشوش مع اللي يجي، هكا توصية الأم. بالبيت أنا متعود مع التحذيرات، معناتها مستانس بها، ديما ناخذ مثلا الإجراءات من قبل، ما نخليش روحي لآخر لحظة. الأسعار غالية، الواحد مش مدنيا ولا كراتب سوى كراتب ولا الكراسات المودعه غير متوفره، مفروض عليك بسيفو انك باش توفر لهم كل شيء باش تقسم معيشتك. الحقيقه فرحانين الحقيقه، اسكندوره قراي ويحب المدرسه ويحب نساتي ويحب يشوف اصحابه. بون بالنسبه للفورني شغل الحقيقه ما خدينا شويه مش كل شيء، معناها نستنى جوست اللي يعطوني هما، ما تعرف ديما باش تبدل فورنيتور، دونك ما خديتش كان الكتب وحاجات قليله. والله بالنسبه لي انا فرحانه للعوده المدرسيه، فرحانه اللي ولدي اول عام في المكتب، شريت له كرتبه مزيانه، شريت له سبيدري وشريت له حوايج كما الامهات الكل. والله تونس الكل تشكي من غلاء المعيشه. سنه دراسيه موفقه وبالنجاح للجميع. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية.
قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 20 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما اعتبره تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم مهامهم وفق بيان للهيئة. وتنظم الهيئة وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية يوم 18 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير والإنابات العدلية لمدة أسبوع، وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحامات في أقرب الآجال. من جهتها، نفت وزارة العدل في بيان أمس الإدعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم وظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية أو الترافع أو زيارة موكليهم. وأكدت الوزارة أن حق الدفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، وأن التتبعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي. وشددت الوزارة على احترامها الكامل للقانون وتمسكها المطلق بضمانات استقلالية القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة بين الجميع، وأكدت حرصها على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم، استشهد 35 فلسطينيا على الأقل خلال نهاية الأسبوع المنقضي في قطاع غزة، وفق ما أفادت تقارير صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس والدفاع المدني والهلال الأحمر ومصادر طبية في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أمس أن صاروخاً أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل في عملية تبناها الحوثيون اليمنيون. وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الحوثيين بدفع ما زعم أنه ثمن باهظ بعد تبنيهم الهجوم. وعلى الجبهة اللبنانية، إطلاق نحو 40 صاروخاً من لبنان نحو الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، وفق تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي. في بقية أخبار العالم، العاهل الأردني عبد الله الثاني يكلف مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاوينة التي قدمت استقالتها والتي كلفها الملك بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أفاد الديوان الملكي الأردني. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب مجددا من حلفائه الغربيين السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، لا سيما قواعد جوية، بعد هجوم روسي جديد على خاركيف. هذا وقد أسفرت ضربة روسية أمس على مدينة بوكروفيسك، وهي مركز لوجستي مهم شرق أوكرانيا تقترب منها القوات الروسية، أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وفق ما ذكرت السلطات المحلية. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجداوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وفي النشرة كنا تابعنا آخر استعدادات العائلات التونسية للعودة المدرسية. وزارة التربية تعزز الخدمات المدرسية وارتفاع عدد المنتفعين بالأكلة المدرسية إلى حوالي 440 ألف تلميذ.
المحامون يحملون الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من اليوم، ووزارة العدل تنفي وجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين. وفي العالم، استشهاد 35 فلسطينياً خلال نهاية الأسبوع المنقضي بنيران آلة الحرب الصهيونية. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.